بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ مكملين مع بعض بقيه فيديوهات توتوريالز 101 ان سي شارب اوبجكت اورينتد. هنتكلم دلوقتي عن نوع من انواع الكلاس، ده هنشرحه ان شاء الله في التايب كلاس، وهي كي ووردز اسمها سيلد ممكن تستخدم جوه الانهيرتنس. احنا لسه مكملين في الانهيرتنس. لو بصينا على مايكروسوفت ام اس دي ان، هنبدا نتكلم عن الديفلوب نتورك. احنا اتكلمنا عن الانهيرتنس، تمام، حلو قوي. بيقول لي دلوقتي ان ممكن عمليه الانهيرت بتاعي تكون على شكلين. ازاي ممكن امنع الانهيرت بتاعي؟ تمام، طبعا هو هنا بيذكرنا ان ما ينفعش ان انا اعمل مالتي ايه انهيرتنس. خلي بالك من النقطه دي، مهمه جدا. المالتي انهيرتنس جوه سي شارب مش متاح، تمام. لازم أن اورث من وان بيزد كلاس، لكن ما ينفعش يبقى عندي اكتر من بيزد كلاس. طبعا انا عندي حاجه تانية اسمها مالتي امبلمنتيشن، دي اللي لسه هنشوفها ان شاء الله. في عندي كمان سبيشال كايند اوف كلاس ممكن من خلالهم كانت بي يوز از ا بيزد كلاس، يعني ما ينفعش ان هو يتورث، بنقول عليه السيلد كلاس. السيلد كلاس ببساطه كده يا شباب هي فكره الكلاس العقيم اللي ما بينفعش يورث حاجه لكلاس تاني. تعال نشوف السيلد كلاس او الكي ووردز اللي اسمها سيلد ازاي هنشتغل بيها، وبعدين نعمل ديمو على التايب اللي اسمه سيلد جوه الكلاس نفسه. هبدأ معاك الأول بإني أروح على نيو بروجكت، فايل نيو بروجكت، هنسمي البروجكت ده سيلد. ديمو كي وورد. طيب السيلد كي وورد المقصود منها إن أنا بعمل بريفنت to inherit. ما ينفعش يتعمل مني inheritance. طيب اللي هي مين؟ سيل keywords اللي اسمها ايه؟ سيل، تمام. طب عشان اعمل class سيل بعمل ايه؟ لو انا جيت دلوقتي قلت لك class سميته مثلا human، وجيت هنا ما حطيتش فيه اي حاجه بس رحت خدت منه object، يبقى هنا كريت class. خلينا نمشي بشكل بسيط قوي، كريت كلاس، وجيت هنا ورحت جاي عامل منه اوبجكت وقلت له هيومن اتش بيساوي نيو هيومن. بالنسبه لي مفيش اي مشكله خالص، تمام. طيب انا خدت منه اوبجكت. طيب لو انا جيت هنا وقلت له كلاس امبلوي بي انهيرت هيومن، برضك ما عنديش اي مشكله. ولو غيرنا الكلام ده وقلت له امبلوي امبلوي برضك ما فيش مشكله، تمام. بس عندي اشكاليه تانية. لو انا جيت على ده وزودت هنا كلمه سيل، بص اوتوماتيكلي راح جاي رافض مين؟ يعني انا لو جيت اعمل ران دلوقتي بص هيطلع لي ايرور. طب الايرور ده بيقول ايه؟ بيقول ان امبلوي، ركز معايا كده، بيقول ان الامبلوي can't deliver from sealed type، ما اقدرش اوصل من خلاله لسيلد تايب، يعني ما اقدرش اورث من حاجه من نوع ايه؟ سيلد. طب ده هيبقى ايه؟ ده من الاخر كده يا شباب فكره كلاس انت مش محتاج يتاخد منه وراثه، انت محتاج يتاخد منه دايركت اوبجكت. يعني انا هنا الكلام ده هنوقفه ما عادش نافع، لكن انا لو جيت وقلت له هيومن اتش 1 بيساوي نيو هيومن ما عنديش فيها اي مشكله، واقدر اشتغل ب H1 وانادي على الداتا اللي جوه لو في حاجه برايفت، اسف بابليك، لو في حاجه ايه؟ بابليك. انا ما بقدرش اشوف البرايفت غير في حالات معينه هنشوفها دلوقتي. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي سيلد ده كي ووردز من خلالها بعدين فكره الوراثه من خلال الكلاس ده، لكن اشتغل من خلال مين؟ الاوبجكت. يبقى كانت دريفر فروم سيلد تايب، دي الايرور اللي ايه؟ اللي هيطلع لي، تمام. دي ببساطه فكره السيلد، تمام. مش محتاجين ان احنا ايه نطول فيها شويه، بس انا محتاج ان انت بس تعرف فكره السيل. هنشوف بقى شكل الاستخدامات ديت في حاجات جايه. قبل ما اروح للموضوع ده، لو انا جيت دلوقتي يا شباب وحاولت اني اورث مثلا جوه هيومن سترنج او جوه امبلوي سترنج، فجيت انا رحت جاي عامل دبل كليك وقلت له سترنج، مش بالنسبه لي سترنج ده از كلاس
يعني السترنج ده مش كلاس اهو. بص بص نكتب هنا كده سترنج، سترنج ده كلاس، لو وقفنا عليه كده بيقول لي ده كلاس صح. تمام حلو. طب انا ورثت من سترنج، ورثته لمين؟ لامبلوي. لو جيت عملت ران بص كده الرساله دي بتفكرك بايه؟ ايه ده، هو السترنج هو كمان سيلد؟ اه طبعا سيلد، يعني ما ينفعش اورثه. تمام، لكن اشتغل من خلال اوبجكت. هتقول لي بس انا دايما بشتغل بيه باني اقول له سترنج اس تي ار على طول كده. ما هو انت هنا بتشتغل بحاجه اسمها ستاتيك كلاس، فانا على طول بسميه او بعمل منه الاوبجكت من خلال ستاتيك كونستراكتور. لسه هنشوف الكلام ده ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه، بس الفكره كلها ان انا بثبت لك ان عندك كلاس من نوع ستاتيك انت بتشتغل، اسف سيل انت بتشتغل بيه اللي هو مين؟ سترنج. يبقى انا ما ينفعش اورث كمان سترنج لانه طلع من نوع ايه؟ سيلد كلاس. بكده بقى انا وضحت لك فكره السيلد كلاس او مفهوم الكي ووردز ان انهيرتنس اللي اسمها سيلد، ممنوع يتورث. لو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك، وريت تعمل سبسكرايب عشان تشوف بقيه الفيديوهات اللي انا عاملها على القناه. خليك ايجابي، ما توقفش المعلومه عندك، شوفها خير. اشوفك ان شاء الله على خير في الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.